هي صباح الخير والجمال على كل مشاهدين الصحة والجمال. حلقة جديدة من برنامج من أجلك، وعنوان حلقتنا النهاردة هو الجمال. جمال الست بيبدأ من داخلها وبيبان على ملامحها. جاذبية ساحرة بتخطف الأنظار وممكن تشقلب كيان أي إنسان. مع اهتمام النساء بالرشاقة وبالنحافة أو السمنة، جمال الوجه هيفضل هو الصفحة الأولى في أجندة جمال المرأة. كتير فاكرين ان المكياج هو ازاي نداري العيوب وخلاص، مش عارفين ان المكياج هو ريشة في ايد فنان. عشان كده اوقات بنلاقي جمال طاغي مصنوع بالايد، مرسوم بالايد، بس بنصدقه. المكياج والتجميل هيكونوا موضوع حلقتنا النهاردة مع الجميلة سالي السيد. منورانا. لا بصراحة انت خليتيني مندهشة في المقدمة بتاعتك دي، جميلة جدا. هو فعلا الميك اب فيها لمسة جمالية، ريشة، قلتي كلمة صح، بس أكتر البنات بيعرفوش الموضوع ده خالص. لا، هو الجمال فعلا فن كده. هو فن، بس أهم حاجة ازاي تستخدميها وتعرفيها صح، مش بكتر الميك اب أو مش بكتر المكياج اللي تحطيه اوفر في وشك هيطلع جمالك. في كتير قوي ما بيجي بيروحوا مناسبات بيعملوا حاجات اللي كانوا بيعملوها أساسا أيام العادية، وعلى كده بيطلعوا وحشين في المناسبات دي. صح. طب قولي لي يا سيدي، دلوقتي خلصوا الثانويه العامه البنات الامارات وداخلين اولى جامعه، ازاي او ايه هي الاساسيات اللي يشتروها، البرودكت بتاعه الميك اب اللي لازم يشتروها، ودي الاساسيات عشان ما تروحش البنت تجيب مثلا كونتور وهي اصلا ما عندهاش فاونديشن مثلا؟ لا لا لا، فايه الاساسيات اللي يشتروها؟ بصي يا بابا، احنا دلوقتي الكونتور ده لازم تشيليه على جنب. احنا ما ينفعش نروح الجامعه اساسا واحنا حاطين كونتور اساسا. ازاي نحط كونتور؟ معنى كونتور هنحط ميك اب كامل واحنا رايحين الجامعه او الشغل، مش عاوزين نرهق البشره بتاعتنا. هنقعد نحط ميك اب كامل؟ هنقعد طول اليوم؟ ما ينفعش. امال هنعمل ايه يوم الخروجه بتاعتنا؟ لا، احنا ممكن نحط كونسيلر عادي. تمام. الاساسي الكونسيلر، تحديد الحواجب، اي نوع مع تحديد الحواجب انت بتحبيها، اهم حاجه تعرفي تستخدميها، بودر، جل، ايا كان، ماسكارا بتاعت الحواجب. لو هي حواجبها خفيفه ممكن تحطي جل او اي حاجه، لو حواجبها تقيله ممكن تحطي بودر، حاجه خفيفه بس كده. هي رايحه الجامعه مش محتاجه انها يعني تعمل حاجه اوفر، بس هي بتظهر ان وشها يبقى مقبول، يبقى حاجه كويسه ان هي تقدر انها تخرج عادي، وبلاشر وروج عادي. يعني هي تجيب، ما تجيبش فاونديشن، انت ما تجيبش فاونديشن، ما تجيبش الفونديشن ممكن نحطه او ساعات لا، يعني احنا لو حطينا كل يوم وفي التراب وبتاع فونديشن كل شويه، البشره بتبقى مرهقه، وتيجي تحسي ان بعد كده وشك ما تيجي تحطيها مش هيبقى نفس درجه لون البشره. بيحصل بقى ايه يعني، بيتعب البشره، بتتعب. بس احنا ممكن نحطها في حاله واحده بس، لو بشرتنا مش موحده، انا عندي مثلا غمقان جامد زي كده يعني مدريه. واكتر البنات انها طبعا بتنامش كتير وماسكه الموبايلات، او مثلا قله ميه او ايا كان، او مثلا هرمونات، او مثلا حاجات وراثيه. يعني مثلا انا عندي غمقان وراثي، ده الطبيعي يعني ما فيهاش علاج، وفي ناس بتتعالج عادي وفي ناس بتعمل. بس ازاي بقى نحلها؟ هنحط كونسيلر بس كده، هتحسي ان احنا في طبقه فوق وتحت. ايوه طبعا. في كتير قوي يقول لك ازاي احط كونسيلر بس وهمشي. في الحاله دي ممكن تحطي فونديشن عشان تداري كل العيوب، بس برضه الفونديشن لوحده مش هينفع، ان هيحصل ان في طبقات برضه هيحصل لون رمادي. بعد كده بقى هنحكي بقى التفاصيل بعد كده ازاي هنداري الغمقان تحت العين. يعني احنا الفاونديشن مش اساسي قوي، الكونسيلر اهم منه، اهم والبلاشر منه بس في حاله واحده بس. لو انا بشرتي صافيه، عندي غمقان خفيف وفي توحد اللون، لو انا عندي توحد اللون تمام، بس انا ما عنديش توحد اللون، يبقى فاونديشن. فونديشن يبقى فاونديشن، فاونديشن، كونسيلر، ونحدد الحواجب والبلاشر والروج. بس دي الحاجات اللي هاخدها كل بنت معايا. وفي بقى في برضه فونديشن نوع اسمها بي بي ام او بي بي اي، ده نوع خفيف يعني، وفيت مي برضه نوع خفيف. عشان نقول اسامي بقى، عشان نوع اسامي صح. المره الجايه بقى طيب قولي لي بقى، انا عايزه استغلك بقى بصراحه، بس تجيبيني براحتك. كل بصي الكورس ده للاستغلال. ازاي ان احنا نعمل كل، يعني ازاي استخدم الفاونديشن، احطه ازاي، بوزعه ازاي، ازاي استخدم الكونسيلر، ازاي استخدم ازاي أوي استخدم أوي البلاشر، أوي أوي. ازاي اعمل الحواجب. انت عايزه تعرفي كل حاجه وانا قاعده كده؟ ايوه. اصل هقول لك حاجه، احنا ممكن انا بشتري الحاجات بس ما بتطلعش حلوه زي الميك اب ارتست او زي اي حد بيعمل. هقول لك على حاجه، انت عايزه تتعلمي او كل حاجه، ما ينفعش بالبق الكلام ده، ما ينفعش، لازم اعمل. لا قولي لي يا سالي، بس معلش يا سالي قولي لي. قوي هقول لك بقى،
احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي بنحط فونديشن او كريم الاساس بنحطه بطريقه بكميه قليله. تمام. ليه بقى؟ ساعات بيحصل الوش الكيكي، عارفه الوش الكيكي بيقول لك ايه مكلكع؟ ليه؟ بنحط كميه فونديشن رهيبه في وشنا. طب احنا ما بنعرفش نوزعها بقى، نحط نطلعها ازاي بقى؟ حتى لو جبت اسفنجه اي نوع من انت تعمليه تتعاملي معاها مش هتعرفي توزعيها. طب نوزعها ازاي؟ يعني نجيب نجيب قلم زي تحديد كده مثلا، مثلا في حاجه رفيع كده، ونحط مثلا في غطا او اي حن او بايدينا وناخد الكميه كده ونحط نحدد المنطقه اللي احنا عاوزينها ونحط تحت العين كده ونحط تحت العينين ونحدد الحواجب ونحط الحواجب، بنحط كميه بسيطه نقط كده نقط كده حسب ايه. بعد كده تجيب السفنجه بقى زبونشه وبعد كده بنحط ايه بنمسحها بالطبطبه، ولو احنا محتاجين تاني بنحط تاني. بس مش ايه الناس بتحط بقى كده او بتحط كميه كبيره. ايه اللي بيحدد ان انا احط تاني؟ لا انا لسه محتاجه تاني، لسه محتاجه او لا كده وشي لا لا لا، احنا بنحط كميه مثلا ايه، مثلا انا عندي هنا كمان تحت عين احط، بس تحت ما احطش تحت عين بالظبط. ليه بقى؟ عشان نعرف نوزعها كويس. لما نيجي نحط نحطها هنا ده كده تحت العين. ايوه هنا هنا. اصل انا بحطها تحت العين. لا ما ينفعش تحطيها تحت العين، هيخش جوه عينك ويحصل التهابات بقى. طب قولي لي عشان نعرف نوزع ده الفاونديشن نحط كده ونسب قليله ونفس الحكايه ونيجي نحط زي كونسيلر. كونسيلر بقى هنحطها الناحيه دي ونحطها الناحيه دي. اه ما نحطهاش بقى كميه كبيره ونقول ايه عملت لنا خطوط. ليه يعني نخطوط؟ حلوه قوي دي، يعني انا بحطها في بدايه العين وفي نهايه العين. هنا وهي خط وخط. وتيجي تعمليها ما بنحطش كميه كبيره، بنحط كميه خفيفه عشان خاطر تعمل لنا اضاءه كويسه. لما نيجي نحط كميه كبيره هتنزل تحت الخدود بقى. والله في ناس كده بتقول لك انا حاطه كونسيلر، بس حاطه كونسيلر فين؟ الكونسيلر هنا، التنور هنا، مش حاطه بقى ايه. انا اسمع انت بتعملي سبعه مثلث كده. لا 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 مش مثلث، احنا بنحط جزء من هنا وجزء من هنا ونوزعها بقى. المثلثات دي راحت عليها، مربعات راحت عليها وكل حاجه. لسه عارفاها امبارح. لا دي لا لا لا، بيحط طيب. بس جزء بسيط من هنا وجزء من هنا. والبلاشر بقى ليه تكنيك برضو كده معين ولا عادي؟ لا البلاشر في كتير قوي بيحبوا يعملوا بلاشر، بس اهم حاجه تيجي تحطيها ازاي. بيجي تحطيها بتحطيها كده، لا لازم تعملي ابتسامه مثلا وتبيني الخد. هتبيني الخد هتعرفي فين خدك. في كتير قوي بيحطوه بيعملوا كده يوزعوا كده على الفاضي ويتلاقي كل وشهم بلاشر. هو ما ينفعش تحطي كل وشك بلاشر، جزء معين. بتعملي ايه؟ بتحددي ازاي؟ ادي اهو الفرشه دي كده، بس مش معايا المرايه طبعا. وبعمل ايه؟ ابتسامه كده ونعمل اللي فوق، بنبرز العظمه. هو في فرق ما بين البلاشر والتنت؟ يعني اسمع تنت بتجيبي من اول الانف كده كل دي. لا التنت ده احنا ايه، التنت ده بنات اللي بتحب ايه انها عايزه تحس ان هي ايه احمران طبيعي. في ممكن يحطوه على الوش كله كده كتر بقى احمر احمر احمر. لا ده طيب. لا هنحط كميه مثلا بسيطه، وممكن نحط بس تحس ان هو طبيعي، عاوزه تحس ان هو احمرار طبيعي ونحطها عادي. بس هو الاحسن نفس التكنيك التكنيك ده. نفس التكنيك بس كده. بس طيب طريقه معينه. بقى ايه الاخطاء اللي بتخلي الميك اب شكله مش حلو؟ يعني مثلا الحواجب مرسومه مش حلو، البلاشر مش حلو، ايه الاخطاء اللي بتخلي الميك اب مش لطيف؟ هقول لك اول حاجه، اول حاجه تنظيف البشره. قبل ما نتكلم عن الميك اب في خطوات لازم نعملها صح. احنا لو عملناها صح من اولها هنلاقي ميك اب كويس. لو احنا اتكلمنا عن ميك اب نحط فونديشن على طول هيبقى غلط، حتى لو احنا عملناها صح. عشان البشره لازم تكون مجهزه، البشره لازم تبقى كده حلوه كده ناعمه. ما ينفعش ابقى مرهقه وما نمتش وابقى قاعده وفي كده وش وسخ او مش نضيف، حتى لو غسلته بالميه. الوش بيتغسلش بالميه ولا الصابون العادي، لازم غسول. حاجات معينه لازم يبقى فيه غسول ولازم يبقى فيه تونر. الاثنين دولت لازم يتعملوا. ازاي غسول؟ اي غسول؟ انا بشرتي مثلا حساسه ينفع غسول؟ في غسول على حسب نوع البشره، الجافه او الدهنيه او الطبيعيه العاديه يعني. التونر نفس الحكايه. الصابون الطبي ده تنصحي بيه؟ الجليسرين حلو قوي، صابون الجليسرين دي كويسه جدا لاي بشره. يعني صابونه الجليسرين او بس الصابونه العاديه اللي احنا بنستخدمها دي ما ينفعش عشان في ماده كيماويه وهتبوظ البشره. بس دي اول حاجه لازم نعملها. وبعديها الترطيب، لازم نرطب بشرتنا. طب قبل الترطيب، هو في بشره ممكن تتعبك قوي في الميك اب تحسي ان هي مش نافعه؟ هقول لك بقى، البنات فاكريني انا ساحره او انا دكتوره عمليه تجميل، مش عارفه ليه
عندها عيب، كل العيوب عندها، وجايه لي تقول لي بصي انا عاوزاكي بقى تشدي لي بقى وشي وتشيلي لي التجاعيد وتشيلي لي الخطوط وتشيلي لي السواد، وبصي صغري لي المناخير. حاسه ان انا عباره عن عمليه تجميل، قاعده يعني عمليه دكتوره جراحه، معلش ميك اب مش ارتست، عارفه. لا مش معلش مستحيله، مش ده. انا بس ميك اب انت فعلا ارتست ممكن تصغري المناخير بكونتور. وتشيلي بس اقول لك على الخطوط. حاجه، انا ممكن اعمل حاجات مثلا، واحده مثلا بقالها مثلا عروسه، او واحده مثلا مذيعه، ايا كان. المذيعين اكترتهم ما بيناموش، ده طبعا الطبيعي، طبعا وطول الوقت ده هي اعصابهم تعبانه بقى، عشان خاطر عايزين يطلعوا هوا طبعا ويشوفوا بقى ايات الجرابه وكده، ويجوا بقى يقولوا لي بقى حطي لي ميك اب، ايه ده، ده في ايه، ده في لمقان تحت عيني لسه باينه، ايه ده في خط مش عارفه ايه، ده وشي مش جاهز، عشان احنا لازم نعمل بالذات ماسك. الكاميرا محتاجة ميك اب يعني ميك اب، فاشل. ما هو في بقى ايه، ميك اب على حسب انواع يعني، في ميك اب للكاميرا، للتلفزيون، للمذيعين، عشان وميك اب للخروج، وميك اب للافراح والعرايس. ايه الفرق بينهم بقى؟ الانواع بقى، الخامه، الخامات والهايلايت. ما ينفعش نحط هايلايت كتير في الكاميرا عشان خاطر بقى الاضاءه والتصوير والكاميرات دي، اما بقى الخروجات والعاديه دي ممكن تحط الهايلايت عادي براحتك. طيب يبقى احنا كنا لسه بنتكلم في الاخطاء، وقلنا لازم تبقى البشره مترطبه كويس اهم جدا حاجه جدا. الترطيب. حتى لو بشرتك دهنيه، هو ينفع بشره دهنيه نرطبها؟ طبعا، بس اهم حاجه ان احنا ننضفها كويس، نشيل الافرازات بتاعتها. الافرازات بتاعتها لما نشيلها هتقل الافرازات. بعد ما نقلل الافرازات هنحط الايه، التونر، بعد كده نرطبها. بعد الترطيب هنعمل ايه؟ اهم حاجه برايمر. برايمر. ناس كتير قوي بتقل من برايمر. البرايمر ده كانش موجود زمان، وكان كتير قوي بيشتكوا ان بيحسوا ان هم وشهم مش طبيعي. البرايمر ده بيشيل الخطوط وبيشيل الزيوت الزياده، ويخليها طبيعي ناعم، بشرتك ناعمه ومترطبه. بعد ما تحطيها كده بتحطي بقى الايه، الفونديشن. بس اهم حاجه برضو في الاخطاء الفونديشن، ان احنا ما نعرفش نوع بشرتنا ايه. واحده قوي سمراء قوي وتقول لك انا نفسي بقى بشرتي بيضه، طبعا ما ينفعش. انت ممكن تزودي درجه من بشرتك، يعني من درجه من اللون بتاعك، بس تفتحي تزودي درجه. درجة يعني. بس ينفعي بقى تعملي درجتين ثلاثه؟ لا طبعا، هتبقي بوحيه. بشوف حاجات كده غريبه. طب البرايمر ده ممكن احطه كل يوم يعني؟ ممكن استخدمه لا طبعا، هي بص، على قد ان هي ميزه على قد فيها عيوب. الميزه بتاعتها ان هي بتشيل بقى الزيادات الدهون، وبتسد النسمات والحاجات اللي ايه، النسمات الواسعه. بس ينفع نحطها كل يوم نروح الجامعه والشغل؟ لا طبعا. طب ليه احنا بقى؟ دلوقتي بنسد نسماتنا طول الوقت، الوش مش هيتنفس. انا اسمع فعلا المسام دي هي اللي بتخلي البشرة تتنفس. لا، احنا كده بنتعب البشره. نيجي نحطها بس في وقت مثلا احنا رايحين مثلا برنامج، او مثلا رايحين خروجه كده، بس ما ينفعش تروح يوميا تحطي طب البرايمر انت ده. بقى ما قلتيليش استخدام البرايمر ازاي؟ في كتير قوي مش عارفين، هو ولا بيسالوا السؤال ده؟ انت شاطره قوي في السؤال ده جدا، يعني ان كلهم فاكرين ان احنا بنحط كده كده هو عادي. لا، احنا كده مش هنعرف في الدخل. البرايمر ده لازم يخش في الخطوط نفسها. ما نيجي نعملها، بنعملها طريقه ايه، مكان الخطوط. انا عندي هنا اهو خط، اعمل هنا، اعمل خط كده وتحت العين يعني كده. برايمر مش الوش كله بقى وندعك؟ لا، بندعك ايه؟ بنحب ندعك. احنا بندعك، احنا بص كل حاجه عندنا بندعك. لا غلط، احنا بنعمل ايه، تحت العين لازم طبطبه، عشان دي مكان ده حساس. احنا لما بنعمل كده اهوت، بنعمل خطوط، نعمل هنا اهوت ونعملها ناحيه الخط هنا، عشان احنا عندنا خطوط. الخط نمشي كده اهوت من فوق كده اهوت تحت، لتحت مش لفوق. هتلاقي بقى، لا مش لشوف، لفوق لتحت، نازله لتحت كده اهوت كده بقى. مش هو عشان اتجاه الخطوط كده؟ ايوه، اتجاه الخطوط. احنا بقى عملناها غلط ونقول ايه، طب انا حاطه البرايمر لسه في خطوط عندي ليه؟ ما احنا بنحطها غلط. بس السؤال ده ما حدش بيساله، ان هو مش عارفه ومش عارف اهميه البرايمر. هو ايه، شايف، بيشوف التلفزيون ميك اب ارتست تقول لك برايمر ومش عارفه ايه وايه وايه، بس مش فاهمين ايه يعني. هما بيعملوا زي هما بيعملوا في طب التلفزيون. قولي لي بقى الباودر يعني، انا قعدت فتره طويله قوي ما بحطش باودر ومش مقتنعه. طب انا حاطه فاونديشن. لا بص لك على حاجه، في كتير قوي يحبوا بشرتهم يبقى صافيه، يقول لك انا نفسي ابقى وشي يبقى طبيعي. بس ازاي ابقى طبيعيه؟ ما ينفعش، لازم الفونديشن لازم ما احطه، لازم اثبته. طب انا لو ثبتوش هيسيح وهيزيد، هنرجع تاني نقول ان في تزييته في البشره وفي خطوط في البشره. لازم نعمل ايه بقى؟ لازم يبقى في شنطتنا البودر ده، عشان خاطر لو حصل اي عرق او اي زيت او اي دهون، حصل افرازات، نمسك البودر. ازاي بقى الطريقه اللي احنا هنعملها بقى؟ قولي لنا بقى.
بص يا ستي، انا دلوقتي لو انا حطيت فونديشن ونزلت بيه كده لوحدي، بعد نص ساعه هيسيح. هيسيح، حتى لو احنا في الشتاء هيعمل خطوط بقى، ما انا عندي خطوط. انها كريمي، عباره عن حاجه كريميه. لا، نجيب البودر ونحطها، ما نحطها نيجي مثلا ادي كده علبه البودر ونعمل كده اهوت ونحطهاش كده. في كتير قوي يعملوا كده كده يعني بعد كده بنحط كده بعد كده كده. لا كده كده، حاجه خفيفه بس كده. برافو عليك، انا كده اهو كده وكده كده وكده. انا عارفه، انا عارفه الاغطائي، انا بعملها، انا كنت بعملها بس لما اتعلمت. طب ليه فهمت. يعني ليه بالميله كده؟ احنا اقول لك ليه. انت كده بتمسحي الكريم، بتمسحي الفونديشن، تيجي تعملي كده بتمسحي الفونديشن. احنا مش عايزين نشيل الفونديشن اللي في وشك، عايزين نثبته، عايزين نثبته. نعمل كده، نعمل كده حاجه خفيفه خالص بس. طيب كده قولي لي بقى، يعني سؤال كده سريعا جدا عشان احنا قربنا نخلص، ليه الكحل بيسيح؟ بصي بقى يا ستي، احنا هناخد بس الادوات بتاعتنا عشان ما ننساهاش. الكحل بيسيح عشان انت حاطه كريمي، الكحل كريمي بس سريع. كريمي، بنحط كريمي. ما ينفعش، لازم نثبته ايه، ببودر. يعني احنا بنحط بودر ده لوحده، لا لازم نحط حاجه تحتيه لون اي شادو. يعني دلوقتي مثلا ادي الكحل اهو، بسرعه سهل، بسرعه اهو، بسرعه اهو. نحط الكحل، هنجيب الفرشه الرفيعه بتاعت الحواجب او اي نوع فرشه، هنجيب اي نوع لون الاي شادو. لو انا مثلا اي شادو اسود او كحل اسود، هنحط على الكحل الاسود. لو انا حاطه كحل ملون، يعني بعد ما احط كحل احط اي شادو لون كحل. بتحطي عليها، ممكن تحطيها، مش هيسيح، مش هيسيح، تحطي عليها على 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 الضغط، ما تخافيش. هتمشي عليها على الايه، بس بفرشه رفيعه مش فرشه تخينه، عشان تخش يعني ما كده تخش جوه عينك. هتعمليها كده اهوت. ولو انا عاوزه بقى ابرز العين، احطها تحت العين. ممكن بقى تحطي اي لون بقى انت عاوزه، بقى اللون بقى فاتح غامق ايا كان النوع، ده بيبرز بقى جمال العين. عايزه توسعي عينك، عايزه تضيقي عينك بقى بالطريقه دي. حلوة. بس حتى لو كحل اسود او اي لون، بس اهم حاجه تثبتيه ببودر باي شادو. ممكن انت مش عايزه تظهري لون الاي شادو، تحطي بيج. بس اهم حاجه تحطي اي شادو تحتيها، مش هيسيح خالص. واحنا حلقتنا بتخلص بس انا كده عايزاكي، مش عارفه ليه زعلت قوي. انت كنت حابه تقولي كلمه شكر لاي حد واقف؟ انا بشكر كل اللي دعمني. اول حاجه بشكر رئيس التحرير استاذ عمرو، بصراحه كلنا بنشكر، هو استاذي ومعلمي. وبصراحه يعني لولا ربنا ولولاه، لولا انا قعدت على الكرسي ده بجد. انا بيقول لي كنت بتعملي ميك اب لنفسك؟ بجد كده. وبشكر اهلي، ابوها. انت بتعملي ميك اب لنفسك؟ يعني انا ميك اب ارتست دي واجيب واحد يقول عيب قوي، عيب قوي. سؤال معروف قوي. اكيد طبعا انا بحب اعمل كل حاجه لنفسي، وبتمنى كل البنات تبقى تعمل لنفسيها. بس عايزه قبل ما اقفل لازم اشكر ابويا وامي حاجه، واختي، هم اللي وقفوا لي وهم اللي خلوني ابقى كده. لولا كده، لولا انا الحمد لله فضل ربنا وفق على رجلي. يعني والله الحديث معاكي ممتع قوي، وانت وانا كمان مبسوطه جدا، وانت جميله قوي ما شاء الله عليكي. المره الجايه بقى هنعمل حاجات، حلقات بقى جامده قوي بقى، هنعمل وصفات طبيعيه وحاجات بقى جميله، وازاي تعملي تنت بقى، وازاي تعملي ملمع بقى، وازاي بقى تعملي كونتور بقى، هنعمل حاجات كتير قوي بقى ان شاء الله المره الجايه. احنا قدمنا لحضراتكم وصفه عن جمال المراه، من كونتور وروج وكحل وكل حاجه تهم المراه. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج من اجلك، وهكون حلقات جميله ان شاء الله. مع